إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك، وللتي لا يعزها إلا سلطانك، وخلتي لا يسدها حاجتي لا يقضيها غيرك، وكربي لا يفرجه سوى رحمتك، وضري لا يكشفه غير رأفتك، ولوعتي لا يطفيها إلا لقاؤك يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم مناجات. مناجات حديث سلس عذب يدق عن الوصف ويجل عن الإدراك وتدركه القلوب بلا علاء. لازلنا في حديث المناجات نطانع منعاني التبثل، ونناقش أسرار الخضوع، ونلتمس بوارق الإجلال والتعظيم للجناب الأعلى، جناب الحق الكريم. على أبوابكم عبد ذليل، كثير الشوق ناصره قليل، له أسف على ما كان منه، وحزن من معاصيه طويل، يمد إليكم كف افتقار، ودمع العين منه يسيل، يرى الأحباب قد وردوا جميعا، وليس له إلى ورد سبيل، أأكون نزيلكم ويضام قلبي، وحاشا يضام لكم نزيل، فإن يرضيكم طردي وبعدي، فصبري في محبتكم جميل، وحق ولائكم وشديد شوقي، سلوي عن هواكم مستحيل، قضيت بحبكم أيام عمري، فلا أسلو وهل يسلى الجميل. أعزائي المشاهدين الأفاضل، المناجات أحبائي الكرام هي دعاء وطلب من الله تعالى، وعرض للحوائج والفاقات على بابه العظيم. وصف الله نفسه بالغنى، وأقام عبيده في الفقر، حيث قال: والله الغني وأنتم الفقراء. وأحوجهم سبحانه إلى فضله، وألجأهم إلى عطائه،
فهو الكريم الذي إذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، ولا يضيع من لاذ به والتجأ، ولا يحب أن تقع الحاجة من عبده إلى غيره إذا تصور وجود غيره أصلا. وأمر سبحانه عباده بالسؤال ووعدهم الإجابة، وسمى نفسه مجيبا ليقابل مسألتهم بالإسعاف، ودعاءهم بالإجابة، واضطرارهم بالكفاية، بل ينعم قبل النداء ويتفضل قبل الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. سبحان الله، أنعم به من رب كريم عظيم ينزل للعباد ليعرض عليهم فضله ويقرب منهم نواله، يرغبهم سبحانه في نفسه ويدعوهم إلى حضرته ويطمعهم في فضله، ويعدهم تحقيق الرغائب وإنجاز المطالب. غني يعرض كرمه ويعرض فضله، بل ملك كريم متلطف بعباده، يعرض نفسه عليهم ويناديهم في سكون الليل: هلموا إلى مأدبتي، هلموا إلى مغفرتي، هلموا إلى نوالي، هلموا إلى محبتي، هلموا إلى ربكم، إنه ينزل إليكم. يحب الله تعالى سماع دعاء الطالبين، يحب سبحانه أنين المستسرخين، يحب سبحانه من يقرع بابه العظيم بأنامل الفقر والرجاء ليفتحها عليهم بالعطايا والجود والسخاء، ويستحيي أن يرد عبده إذا سأله خاوي اليدين. فسبحانه من إله كريم يلجئ عبده لسؤاله ويغضب عمن لم يسأله، ففي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. سبحانه عرض عطاءه لعبيده وأوجبه لهم باستغفارهم، وأخافهم بالعقوبة على الذنب كي لا يغادروا مراكز اضطرارهم. فالذنب سبب الاستغفار، والاستغفار سبب العطاء، والله يعطي فضله لمن يشاء. قبل السؤال تجيبني لسؤالي، قبل السؤال تجيبني
لسؤالي يا سامعا قبل البقاء أعزائي المشاهدين الأفاضل، اخترنا لكم في هذه الحلقة من بشارة المحبوب حديثين جليلين للمصطفى صلى الله عليه وسلم، الرحمة الواسعة المهداة من رب العلا رب الأرض والسماوات، حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم مبشرا: والذي نفسي بيده ليدخلن الله الجنة الفاجر في دينه، الأحمق في معيشته، والذي نفسي بيده ليدخلن الله الجنة مؤمنا قد محشته النار، والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة لا تخطر على قلب بشر، والذي نفسي بيده ليغفر الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه. وفي الحديث الثاني عن محاب الله قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله عز وجل على منابر من نور يكونون عليها. قالوا: من هم؟ قال: الذين يحببون عباد الله إلى الله، ويحببون الله إلى عباده، وهم يمشون على الأرض نصحا. قال: قلنا يحببون الله إلى عباده، فكيف يحببون عباد الله إلى الله؟ قال: يأمرونهم بحب الله، وينهونهم عما كره الله، فإذا أطاعوهم أحبهم الله. والحمد لله رب العالمين.
إلهي كيف يحيط بك عقل أنت خلقته، أم كيف يدركك بصر أنت شققته، أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته، أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته. إذا تلمحت عظمتك أبصار البصائر، عادت من سلطانك كليلة، وإذا تجمعت عظائم الجرائم كانت في جنب عفوك قليلا. سبقت السبق فأنت الأول، وخلقت الخلق فعليك المعول، وعدت إذ جدت يا خير من تطول، يا